السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجة عايز اتكلم فيها، يعني انا ما اعرفش هو نادي انبي في ايه من ناحية نادي انبي تجاه النادي الاهلي بجد والله، يعني تحس كده ان مسؤولي انبي في حاله من الغل، في حاجه من حاله من الغيظ، في حاجه من الانفعال، في حاجه من الحرقان تجاه النادي الاهلي. ليه بقول لك الكلام ده؟ النادي الاهلي كل ما يجي يطلب صفقه من انبي بتجد ارقام خرافيه خزعبليه من كوكب المريخ. نادي الزمالك يجي يطلب نفس اللاعب بتلاقي ارقام بتنجانيه من مطعم ام عبير. الاهلي اللاعب ابو قرش بيطلب منه 1000 مليون مليار، وابو قرش للزمالك احنا ممكن ندهولك بربع قرش ولو عايز ببلاش احنا تحت امرك. قلنا لو على قد اللعيبه مش مشكله عادي، مسؤولي اداره انبي، وده على فكره عبر التاريخ اغلب مسؤولي انبي بيبقوا زملكاويه، مش مشكله، نقل فؤادك حيث شئت، ما الحب الا للحبيب الاولي. لكن انبي توصل بيهم الدرجه ان المسؤول بتاع قطاع الناشئين عندهم النادي الاهلي يا جماعه في مسابقه 2003 بطوله الجمهوريه قدم طلب لاتحاد الكوره عايز ينقل مباراته امام سد اسوان في بطولة الجمهورية، بدل ما يلعبها في أسوان يلعبها في القاهرة، والأهلي هيدفع التكاليف الإقامة والانتقالات والكلام ده كله لنادي أسوان، الملعب غير قابل للعب عليه. فيا جماعة نادي أسوان، سد أسوان وافق، اتحاد الكورة وافق، الأهلي وافق، خلاص نادي إنبي زي ما عملت للأهلي اعمل لي. طب يا ابني خد موافقة سد أسوان، لا هو كده يبقى زي الأهلي يا مفيش. فأنا بطلب من إدارة إنبي المحترمة، بحطوا خطين حمر على التيشيرت عندكم عشان الناس بس تعرف انبي مش انبي البترولي، انبي الزملكاوي، انبي الزملكاوي. انبي بيهدد بالانسحاب من المسابقات بسبب تدخلات عامر حسين اللي اذال الاخ رئيس قطاع الناشئين من جروب الواتس الخاص بالانديه بتوع بطوله الجمهوريه مواليد 2003، وكمان عشان عامر حسين بيتدخل عشان يعيد لاعب تاني لقطاع الناشئين في نادي انبي. بالنسبة لموضوع الازالة من جروب الواتس، ما علمناه ان حصل يعني الفاظ وسباب من مسؤول انبي تجاه مسؤول الكرة المصرية، فعامر حسين شاله من جروب الواتس. حاجة تانية، وفقا لادعاءات انبي ولعامر حسين حق الرد مكفول، وايضا مسؤول انبي حق الرد مكفول، ان نادي انبي استغنى عن لاعب في قطاع الناشئين، فما كان من الاخ عامر حسين الا انه اتصل على مسؤول انبي لازم ترجعه الواد تاني قطاع الناشئين، فمسؤول انبي قالوا له مش هينفع، مش عايزينه، مش محتاجينه. فمسؤول انبي تفاجئوا بوالد اللاعب ده بيتصل على مسؤول انبي بيأمرهم ان اللاعب لازم يرجع قطاع الناشئين بناء على امر من السيد عامر حسين. وهنا السؤال، هو الاخ عامر حسين من غير حج، انا ما اعرفش ليه بيقولوا له حج عامر، يعني مش عارف هو بيروح محرم مثلا في اتحاد الكوره ولا بيلبس الاحرام في اتحاد الكوره، عايزين نعرف اشمعنى حج ديت وعلى اي اساس بيتقال له يا حج، مع احترامي الكامل يعني. حج عامر حسين على اي اساس حضرتك بتتدخل عشان لاعب يرجع تاني؟ لان دي بتثير الشبهات. هل عامر حسين قبض مبلغ وقدره من ولي امر اللاعب؟ انت اللي حطيت نفسك في منطقه الشبهات. النهارده كلكم عارفين اي، مش هقول لك لاعب ناشئين، اي عيل لسه رايح اكاديميه لو خدته وديته نادي انبي بتدفع لك بتاع 30-40 ألف جنيه، ما بالك بقى بلاعب في قطاع الناشئين في نادي انبي انت بترجعه بتدخله تاني؟ يا ترى يا هل ترى حاج عامر حسين اللي حط نفسه في منطقه الشبهات قبض ولا ما قبضش؟ انت اللي حطيت نفسك في الموضوع ده. عايز اقول يعني النادي الاهلي يا جماعه لعب مباراه وديه امام طلايع الجيش، والراجل مارسيل كولر مدرب محترف، مدرب بيتعامل بمنتهى الاحترافيه، رفض ان قناه الاهلي تذيع المباراه علشان طرق اللعب والكلام ده كله، مباراه في طي الكتمان
وطي السريه، مش عايز حد يعرف ايه اللي دار في المباراه عشان مباراه السوبر يوم الجمعه. فنتفاجئ كلنا. بصوا يا جماعه، الاعلام الجميل بيعمل ايه مع النادي الاهلي؟ عشان تعرفوا ان الاهلي بيتحارب، عشان تعرفوا ان الاهلي بيتحارب. الاخ عبد الحميد بسيوني الزملكاوي طلع افشى كل اسرار المباراه. يعني لو كان عبد الحميد بسيوني خد رقم مدرب اتحاد العاصمه عبد الحق بن شيخه واتصل عليه قال له على تفاصيل المباراه، كان هيبقى اكرم واشرف من انه يطلع في برنامج تلفزيوني الناس كلها بتتابعه عشان تعرف كل كبيره وصغيره عن النادي الاهلي. فيطلع الاخ عبد الحميد بسيوني يسرد ادق التفاصيل في مباراه الاهلي وطلائع الجيش، بالرغم ان كولر طلب ان المباراه تكون في طي الكتمان ولعب مع الجيش بالذات وملعب الجيش بالذات عشان محدش يقدر يصور حاجه ومحدش يطلع تفاصيل المباراه. فزي ما قلت لك في بدايه الفيديو، نقل فؤادك حيث شئت، ما الحب الا للحبيب الاولي والكره وما الكره الا للمكروه الاولي برضه. يا جماعه هي جينات بتتوارث. الحب ده دي حاجة بتفضل في قلبك مهما تغير دمك، مهما تغير دماغك، لو شالوا مخك وحطوا مكانه صابونة برضه هيفضل الحب هو 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 هو. نفس الحكاية الكره، الكره والحقد والغل بيفضل في الإنسان إلى أبد الآبدي، ما بيتغيرش إلا إذا غيرت دمك وقلبك. القلب من جوه أبيض بخطين حمر، خلصت خلصت. فأنا عايز أسأل عبد الحميد بسيوني، إيه وجه الاستفادة اللي انت طلعت عملته ده مع الاخ سيف زاهر؟ وايه وجه الاستفاده لسيف زاهر في كده؟ يعني محدش رضي يطلع يتكلم على التفاصيل احتراما لقرار المدير الفني، احتراما لقرار المدير الفني. طب يا سيف زاهر، الزمالك لعب سيراميكا مباراه وديه، هل شفتوا سيف زاهر طلع اتكلم عن تفاصيل التفاصيل؟ بالرغم ان الزمالك ما طلبش ان المباراه تكون سريه. عرفتوا يا جماعه الاهلي بيتضرب منين؟ عرفتوا الحرب بتيجي ازاي؟ بتيجي من برامج ومدربين هدفهم الاول اسقاط النادي الاهلي. عايز اقول ما زال الاهتمام العالمي بصفقه مودست لي النادي الاهلي مشتعلا بعد الصحافه الاوروبيه النهارده، اغلب الصحف الاوروبيه العالمية زائعة الصيت في مجال كرة القدم اتكلمت النهاردة عن انتقال مودست لأكبر أندية القارة الإفريقية، كالتشو ميركاتو الإيطالية، سكاي سبورتس الإنجليزية، أيضا يورو سبورت من ضمن الليكيب الفرنسية، بيلد الألمانية، مجموعة من وكالات رويترز الوكالة الإعلامية العالمية أيضا اتكلمت عن الخبر، كلهم اتكلموا عن خبر انتقال مودست للنادي الأهلي. الصفحة الرسمية، الموضوع وصل لحد فين؟ وصل لأن الصفحة الرسمية للدوري الفرنسي الممتاز الليج أ تنزل خبر انتقال مودست للنادي الأهلي وتنزل أرقامه وتقول لاعب الدوري الفرنسي السابق أنتوني مودست ينضم للنادي الأهلي، كل التوفيق في رحلته الجديدة مع الشياطين الحمر ونسر النادي الأهلي. أكسل فيتسل لاعب منتخب بلجيكا ونادي أتلتيكو مدريد برضو عمل تهنئة النهاردة على انستجرام للاعب مودست بانتقاله للنادي الأهلي. الأهلي أصبح حديث العالم واهتمام عالمي كبير جدا بانتقال مودست. عرفتوا ليه بعض البلهاء السفهاء السذج كانوا بيحاولوا ان الصفقه ما تتمش باي حال من الاحوال؟ كانوا بيحاولوا انه يوقعوا الصفقه من قبل ما تتم بحجه كبر السن. تخيلوا لو اللاعب ده ملوش لازمه، صحف العالم هتهتم بيه ليه؟ صحف العالم هتهتم بيه ليه؟ ميركاتو، كالتشيو ميركاتو الايطاليه النهارده كتبت العنوان بتاعها اكس دورتموند، لاعب دورتموند السابق ينتقل الى الاهلي المصري رافضا الانتقال الى سامبادوريا الايطالي. انتوا عارفين ده معنى ايه؟ عارفين ولا مش عارفين ان لاعب اوروبي لسه طالع من دورتموند يرفض سامبادوريا ويروح النادي الاهلي المصري؟ عايز اقول ان مودست في اول رساله ليه
لجمهور النادي الاهلي على الانستجرام. موديست عمل رساله موجهه للناس اللي هنته وايضا لجمهور النادي الاهلي. قال ايه بقى؟ مبارك وممتن ومتحمس لتكريم تحالفنا وارتداء قميص القرن بقوه وشجاعه النادي الاهلي. فخور ان اكتشف بتواضع واحترم ثقافتك. انا متاكد انها ستغنيني رياضيا وانسانيا وروحيا. اؤمن بفخري بتطوير نفسي في القاره الافريقيه. ده ردا على بعض العيال اللي ملهمش لازمه اللي قال لك شايفين موديست بيقول لك لن اخجل بالانتقال لدرجه ادنى وبيقول على النادي الاهلي. الراجل بيقول لك ايه؟ فخور ان هطور نفسي في القاره الافريقيه. اول كونترات وهدفي احترافي بدا برمز نصر. اول كونترات اللي هو اول تعاقد يعني. التجربه التي خزنتها في 16 سنه تاخذني الى ارض مصريه في نادي القرن الاعظم الاهلي برمز النصر. تبدا قصتنا معا. والان شكرا لكل مشجعي الاهلي على الترحيب الحار الذي تمنحه لي. لا استطيع الانتظار حتى العب من اجلك. سافعل كل ما بوسعي لاعادته اليك. الى مدربي الجديد الذي عرف كيف يقنعني ويؤمن بي وفريق العمل والاشخاص من كل جزء من النادي. اتطلع الى اللقاء والتعلم والترابط مع زملائي في الفريق. اخيرا الى وكيل اعمالي توتي لدعمه لي مرارا وتكرارا لانني وجدت المشروع متكيف مع دوافعي. انتوني موديست. جميل جدا ان موديست يكون عارف قيمه النادي. هتفرق جدا ان لاعب جاي من مستوى عالي يبقى عارف هو بيلعب لنادي ايه. ليه؟ لان ممكن في فتره من الفترات يبص لنفسه ايه ده، انا كنت بلعب فين وايه اللي جابني هنا. لكن لما تبقى عارف من اولها انك جاي عند ملك ملوك وسيد سادات افريقيا يبقى انت عارف حجم النادي اللي انت بتنتقل اليه. عايز اقول محمود عبد المنعم كهربا لاعب سالك، من اكتر اللعيبه اللي شفتها في حياتي سالك في حياته. لعيب يعني انت متخيل ان موديست ده جاي ياخد مكان كهربا؟ موديست جاي ياخد مكان كهربا، ومع هذا اكتر واحد خده بالحضن وهزر معاه وهيدخله في مود الفرقه هو كهربا. بالرغم ان تاقلم موديست قد يكون مضرا لكهربا، لان موديست هيلعب اساسي، كهربا هيقعد احتياطي. فمن مصلحة كهربا موديست ما يتأقلمش، من مصلحة كهربا موديست ما يلعبش. لكن السلكان بتاع كهربا هو اللي مخليه أكتر لاعب محبوب في الفرقة. سلكان كهربا كرم ربنا اللي رجع كهربا بالسرعة دي لفورمته ولياقته ونجوميته. طبعا في صورة متداولة من تدريبات النادي الاهلي. الصوره دي يا جماعه عشان بس انا جايب لك ايه، جاي لك من المستقبل. الصوره اهي، شايفين كهربا ماسك الواد موديست بيعمل فيه ايه؟ شايفينه هيعمل له دي دلوقتي، واخد بالك؟ وهياخده يديله قلبه ويفنش عليه دلوقتي، ورامي ربيعه هيعد عليه التلات عدات. ده قناه البليل هتطلع تقول بالليل كده خناقه شوارع ما بين كهربا وموديست. شوف ازاي، شايف الواد حسين الشحات ابو قلب اسود ورا، شايف بيضحك ومبسوط في كهربا انه بيتضرب من موديست، او موديست بيتضرب من كهربا. هو ده اعلام قناه البليله. استنوا بليا الدلدول، استنوا كريم الملط، استنوا الناس اللي ملهاش لازمه تطلع تقول لكم ان كان في خناقه النهارده في اول تدريبات واشتباك بالايدي كمان، وكهربا رفع المطوه على موديست، وموديست راح جاب خشبة يخبط بيها كهربا وما إلى ذلك. عايز أقول نادي الزمالك، قلت لكم امبارح موضوع الانسحاب ده في شنك، موضوع الانسحاب في شنك، مفيش حاجة اسمها أنت انسحبت. الحمد لله حمادة عبد الباري رئيس جهاز اليد في نادي الزمالك طلع أكد على صحة كلامنا، بالرغم إن هو طلع الأول قال لك إحنا هننسحب لان عندنا لعيبه قليله ومفيش صفقات وتدعيمات ومش جاهزين فنيا والكلام ده كله. لكن طلع امبارح صحح كلامه الخاطئ، مش هقول الكاذب. قال حماده عبد الباري ان احنا اعتذرنا عن بطوله افريقيا بسبب مستحقات بركر.
البالغة 108 ألف دولار. الاتحاد الأفريقي أجرى اتصالات بالنادي من أجل ضمان مشاركتنا، لكننا اعتذرنا. ليه اعتذرنا؟ لأن في قرار من الاتحاد الدولي لكرة اليد بمنع الزمالك من أي مشاركة خارجيا إلا بعد دفع مستحقات جيمس باركر اللاعب الأرجنتيني السابق في صفوف نادي الزمالك. خلصت أخبارنا؟ ما خلصتش حكايتنا. استنى كل آراءكم وتعليقاتكم أكيد. شكرا ليكم.